تذكر أول يوم وأنت في قمة الفرحة عند قبولك بمعهد شبه طبي، لحظاتك السعيدة عندما قمت بشراء السماعات الطبية. تذكر إنجازك بالنجاح على مدى 3 سنوات من التعب والإرهاق، سعادتك بقياس الضغط لأول مرة، رعشة يديك عند تعلمك حقن الإبر وتركيب الكانيولا، صوت نبضات قلبك عند محاولتك خياطة جرح بسيط. كما قلت، هذه أول التجارب. سيأتي اليوم الذي تقول فيه هذه أول وصفة طبية أقرأها، وهذا أول مريض أعالجه. لذلك لا تيأس واستمر في المحاولة لتكن على استعداد لمقاربة أول مريض. وتذكر دائما أن النجاح العظيم يستغرق وقتا مديدا.